السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نرى توقعات مباراة يوم السبت من الدوري الإنجليزي والدوري السعودي. طبعا سوف نرى التوقعات لكل مباراة. نبدأ على رتلة في التوقعات. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سلك كل جديد. ولنمر إلى التوقعات. المباراة الأولى تجمع بين مانشستر سيتي وأرسنال. مانشستر سيتي في الصدارة بخمسين نقطة، فيما أرسنال الترتيب الرابع 35 نقطة، والتوقع هو فوز نادي مانشستر سيتي في هذه القمة. التوقع فوز نادي مانشستر سيتي في هذه القمة. المباراة التالية تجمع بين نادي النصر والفتح السعودي. نادي النصر يحتل الترتيب الرابع 23 نقطة، نادي الفتح الترتيب الثالث عشر 16 نقطة. التوقع هو فوز نادي النصر. التوقع هو فوز نادي النصر في هذه المباراة. المباراة التالية تجمع بين توتنهام وواتفورد. توتنهام الترتيب السابع ب30 نقطة، فيما واتفورد الترتيب السابع عشر ب13 نقطة. والتوقع هو فوز نادي توتنهام. التوقع هو فوز نادي توتنهام في هذه المباراة. المباراة التالية تجمع بين نادي الشباب ونادي الأهلي. الشباب ثانية ب28 نقطة، فيما الأهلي ترتيب الثاني عشر 15 نقطة. والتوقع هو فوز نادي الشباب. التوقع هو فوز نادي الشباب في هذه المباراة. المباراة التالية والأخيرة تجمع بين نادي ويست هام وكريستال بالاس. نادي ويست هام الترتيب الخامس ب31 نقطة، فيما كريستال بالاس الترتيب الحادي عشر ب23 نقطة. التوقع هو جول تسجيل فريقين معا. التوقع هو جول تسجيل فريقين معا. طبعا هذا هو آخر توقع وآخر مباراة. هذا هو توقعات مباراة يوم السبت. لا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو سيكون جديد، وإلى اللقاء.